معانا الحاجة أم خالد من اسكندرية. السلام عليكم يا حاج أم خالد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك على البرنامج ده، ربنا يبارك فيكم يا رب. وأنا بحيي حضرتك. واسكندرية عاملة إيه في البرد اللي إحنا فيه ده؟ والله يا دكتور أنا قاعدة عيانة مريضة أهو، الحمد لله. ربنا إن شاء الله ربنا يكتب لك العافية التامة إن شاء الله مع تمام الأجر. آمين يا عم الشيخ. اتفضلي. ابني قاطعني عشان خاطر مراته. وبقالي سنة ونص ما شفتوش، هو جنبي في اسكندرية. برضه كده؟ والاخر جه كلمني في التليفون وعايز يجي، وانا عايز اعاتبه، هو بيقول لا ما تكلمنيش في اللي فات. يعني والله والله على قد ما انا زعلان، على قد ما انا زعلان منه، بس اللي هو بيقوله ده حلو قوي. بس انا كنت يعني هو ظلمني في حاجات، وقال لي قال عليا حاجات مش فيا وعلى سن بعد. طب حاجه ام خالد، مش انت قلتي لي الكلام ده؟ وانا برضه سني مش صغير، بس اعتبريني مش انا زي ابنك، وانت أيوة فضفضتي أيوة معايا، وانت فضفضتي معايا يشرفني يا شيخ. خلاص، وانت فضفضتي معايا ابنك. بقى مالكيش ما تلوموهوش. ليه بقى؟ اللوم ده عامل زي السياط اللي بتوجع القلوب. ما تلوموهوش. بس خلاص، بس هو ما قال الكلام، حتى ما قالوش بيني وبينه، ده قالوا لكل. خلاص بقى، قد قيل من ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فكيف اعتذارنا عن شيء وقد قيل. خلاص، اللي اتقال اتقال. كلام يا حاجة، حاجة أبو خالد، ده كلام. كلام لا هيتبني عليه أحكام على في حياتنا، ولا هيتبني عليه كلام. الكلام ده لا يتبني عليه حاجات تاني مع أخوك كبير. طب أقول لك حاجة، أقول لك حاجة بسيطة كده. تعدي الكلام ده وابنك يدخل الجنة، وتكوني سبب، وتكوني سبب في دخول الجنة. والله مش طيب، تعدي الكلام ده وتكوني سبب في دخول الجنة، ولا نقف عند الكلام ده والكلام يجيب زعل ونرجع وترجع تاني الحالة إلى أسوأ ما كانت؟ خلاص، اخواته بيقولوا لي كده. والله اخواته بيقولوا لي كده. مش هنجيب سيرة الماضي والكلام ده، وأنا بقول لك أهو شهر والتاني ابنك هيجي يبوس إيديكي ورجليكي ويقول لك ربنا يخليكي إن أنتِ أنقذتيني من نفسي، لأن هو نفسه الأمارة بالسوء قايلة له أول ما تروح لوالدتك لو لامتك أنت خلاص، أنت عملت اللي عليك، انفجر بقى فيها. فعشان كده إيه؟ بلاش يا حاج. ومين قدوتنا في ده؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمره ما كان أصلاً بيعاتب حد، لدرجة يا ستي المصريين فهموا إن دي من حسن معاملة الله لينا. أيوه. مش قال له كده، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم. أيوه. مش كده؟ يبقى إحنا عايزين نسير بما يحب الله. ربنا ما يحبش الملامه، ما تلوميش، وانت قلبك صدرك واسع، وان شاء الله ربنا يكرمك يا حاجه ام خالد.